تست راحت يا خال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة عن متخزل. مش متخزل بقى، شهر 8. أنا يعني بحبش أتكلم عن نفسي كتير، كل ده بيجي من التفاني في العمل وإنك تبقى محتاج فلوس. شكرا لكل المسجات الجميلة اللي جات لي على الفيديو الأخراني. الفيديو أنا فعلا شفته 5 مرات بتاع لايفات التيك توك. فاضل تقريبا 2000 سبسكرايبر على 100,000، ودي خطوة مهمة جدا. فشكرا لكل الناس اللي عملت سبسكرايب في آخر حلقة، ويا ريت اللي ما عملش دلوقتي يحس على دمه ويعمل سبسكرايب. وان شاء الله هبتدي انزل فيديوهات جيمينج، عايز اخش محتوى الجيمينج، فسايب لكم شانل سوبر لوكس موجوده تحت، واول حاجه هنزلها هو فيديو لعبه رعب للاسف، يعني ده اللي طلب مني. فما تنساش تعمل سبسكرايب على الشانل الثانيه برضو، بس كده ده التنويه. حلقه النهارده هي حلقه انا ما عملتهاش بقى لي فتره برضو، وهي انكم بتمنشنوني على فيديوهات كتير جدا، تراكمت عليا المنشنات. فالنهارده هنتفرج على الفيديوهات اللي انتم منشنتوني فيها. اوكي، كان اسمه ايه السلسله اسمها ايه؟ فيديوهات اتعمل لي عليها منشن ما اعرفش ليه، طويل قوي الاسم، يعني ايه ده. بعمل سبسكرايب دلوقتي حالا، انزل دوس دوسه بسيطه تمام عشان نقفل 100,000، عشان نبتدي كولابس بقى، عشان انا محضر لكم 3 كولابس ورا بعض، يعني مش هتتخيلوهم اصلا. محمد صلاح وي ار جاست وورمنج اب. يلا ليتس جو. اول فيديو معانا وهو اكتر فيديو اتعمل لي عليها منشن تقريبا، دينا داش كانت عايزه توصل لي رساله. انا ما رضيتش اشوف الفيديو الا دلوقتي، فهنشوف دينا داش كانت عايزه تقول لي ايه. اولسو في واحد اسمه مولوكا، مولوكا ده برضو بياخد فيديو ويعلق عليه، بس انا مولوكا ده مش فاهماه. هو هي مش مولوكا خالص، انا مش عارف انت ليه مصممه تناديني باسم غير اسمي. مو من محمد ولوكا زي لوكا مودريتش، ايه لوكا دي بقى؟ بس انا مولوكا ده مش فاهماه، يعني في ناس كتير فاهماها بس انا ده مش فاهماه، عشان اي ستيتشت الفيديو وقلت له مولوكا بيف and then هي مش بتتكلم عربي. طب انا مش فاهمها ليه؟ ثانيه دينا معلش. and then he stitched my video again, he's like قولي لي انا lifeless قولي لي انا timeless ولا I don't know like I really didn't understand him. فحسيت اوكي شكلك لزوز بتهزر، بس احنا we don't speak the same language مولوكا. هو ما حدش يا دينا بيتكلم اللانجوج بتاعتك، الانجليزي المعرب او العربي المجلش ده ما حدش بيتكلمه اصلا، يعني انا مش عارف انت بتتواصلي مع السيركلايه اللي حواليك ازاي. كل المهم مولوكا عامل ايه تاني؟ فعلا ما فهمتوش، وحبيت اتفرج على فيديوهات بقى ليه عشان افهمه، ما فهمتش تعليقاته، مش فاهماها للاسف. انا مش عارف في ايه، يعني في ايه انا بعمله مش مفهوم، يعني ممكن ما تفهمش كوميديا ماشي، لكن انا ما بتكلمش يعني بلغاري. استنى نشوف الكومنتات. مولوكا عمل كل ده، والله ما عملتش حاجه، ولا انا فاهمك والله. عامل ايه طيب؟ ما حدش عارف. شكرا دينا داش على مشاركتك معانا، يعني يا ريت اكتب لنا الحاجات بعد كده، يعني شوف انت عايز توصلي ايه، اكتبيه في رساله. ديما الستر مكشوف على الخيانه. ديما والفيومي، فيومي من المغرب. ثواني يعني اتصل بالفيومي ومراته يجوا يقعدوا معانا. او اسلام بيرد يا ست. يا اسلام يا فيومي، انت عارف المكان؟ ايوه يا عم عارفه، مطعم في بيت الخامه كورنيش الوراق. طيب تعالى لي عليه يلا بسرعه. يلا سلام، مستنيك انا والعيال يا عم والدنيا جميله. مش حافظ السكريبت اهو، المفروض الفيومي يرد عليه يقول له حمامه. عشان هو فيومي وكده هيطير ويجي. هات عيالك معاه. سلام. برضه هنا كان ممكن كان يقول له مثلا هلمهم كلهم في قفص، الحاجات دي. الفيوم جه هو ومراته اهو. هو ده ديزاين في التيشيرت ولا انت مملح ولا ايه؟ ما علينا، بس الكاستنج شدني جدا. ماشي يا اسلام انا داخله الحمام. تمام ماشي تمام. لا يعني تعالوا بقرف، هي كانت عايزه تعملها على الترابيزه. بصراحه القعده دي مش على هوايه. طب انا عمر لا استنى قبل ما ترد، بس عايز اقرا المسج. الصراحه القعده دي مش على هوايا. انا بتضايق من الناس اللي بتكتب عربي غلط، يعني اكتب انجليزي غلط اقول لك مش لغتنا، لكن عربي غلط دي انا بتحرق من جوايا. وانا اقسم بالله القعده كمان مش على هوايا. ايه رايك بعد ساعتين نتقابل نشم شويه هوا بره؟ نتقابل نشم شويه هوا بره؟ امال انتوا قاعدين فين؟ وانا اقسم بالله القعده كمان مش على هوايا. ايه رايك بعد ساعتين نتقابل نشم شويه هوا بره؟ طب ماشي دي كتبتها صح. هتف على الموبايل دلوقتي. هو في حاجه في عينيها او في حاجه في الالوان؟ ماشي انا موافقه. بصراحه انت جميله قوي خساره فيه. انا بعاني معاه اصلا من زمان اصلا. يا اسطى ما تبطل كدب يا اسطى، يعني بطل كدب، خونوا بعض في صمت، خونوا بعض من غير ما تصوروا فيديو وتكدبوا علينا. يعني انا اسمح باي حاجه الا كده. انا بعاني معاه اصلا من زمان اصلا، مش شايف حاجه زي كده، مش مقدر حاجه زي كده. بقول لك ايه رايك لما يتقابل انا وانت لوحدينا بره؟ تمام ماشي. دول ما لهمش في التكستنج بقى، كان المفروض يبعت لها رساله. بعدين هو الواد كل ده بيكتب في الرساله، يعني وتلاقي الكيبورد كان انجليزي. يلا بقى عشان زهقت. وانا بصراحه انا كمان زهقت.
وانا بصراحه القعده دي ما كانتش على هواي برضو. بصراحه انت عندك حق في اللي انت بتقوله ده. انا بصراحه مش عارف انت كنت مستحمل الراجل ده ازاي. ايه ده كنت مستعملها ازاي يا بيت؟ مستعملها ازاي في الحاجات دي؟ وشها يدي تعبير انها تدفع عليك قبل ما تتكلم. عامل ايه؟ غصبي يا رب، غصبي يا رب. ما تفكك من الخنقه اللي انت فيها دي بقى، تعالي نشم شويه هواء على البحر. الواد مدمن شم هواء. لا انا هقدر. ما قاعدين في نفس المكان؟ افرجك على مين بقى؟ يلا بينا. افرجك على ايه؟ انا افرجك على مين بقى؟ نمره؟ هو ده ديزاين في التيشيرت ده ولا هو مملح؟ ما حد يجاوبني. يا نهار ازرق على الضحك. واحد اتفاجئ وعماره وقعت وهو لازم اشوفها تاني. انا ازرع القرف. الجوده بتاعه السكتش بالكتابه بالاخراج يعني عامله زي الخيام اللي هم كانوا قاعدين فيها. بص يعني ازاي انا انزل اقابل قطه في مكان زي ده؟ يعني مش هقول لك حتى بني ادم، انزل اقابل فار. مشاريع التكاتك قلت ودلوقتي بقوا بينزلوا يعملوا سكتشات. هو حلم الشهر ده ليه الناس مهتمه بيه؟ انا مش عارف. لو مش هيجيب لك فلوس هتستفيد ايه اما تبقى مشهور؟ تكاتكاتي انا هقطع تواد المره دي يا جدعان. بص ايه الخرا اللي انتوا بتمنشنوني عليه؟ ايه القرف ده؟ الولاد ده لسه عايش ولا له كده؟ لا يا عم مش اكيد مش هشوف. عارف الافراح اللي بتبقى كذا يوم دول 3 4 ايام. كنت لسه هسالك، عايزه تعزمي ناس كتير؟ بس معنى ان انت بتقولي لي عايزه 3 ايام يبقى اكيد كل الناس هتيجي. مبدئيا الثلاث ايام بيبقى فيهم حفلات، ثاني يوم بيبقى فرح، ثالث يوم حفله الوداع. هما بيقولوا ايه؟ فرح ايه اللي 3 ايام؟ الناس مش لاقيه تاكل. انتوا بتقولوا ايه؟ البت دي مش متعبسبصه قمصه؟ مبدئيا الثلاث ايام بيبقى فيهم حفلات، ثاني يوم بيبقى فرح، ثالث يوم حفله الوداع. حفله الوداع ثالث يوم بيغرقوا بقى. في كمان ممكن نركب خيل على البحر. الخيل ده اكتر حاجه انا بحبها في حياتي بجد. عمرك ركبت خيل على البحر؟ طبعا. انا عمري ما ركبت خيل على البحر. عمرك ركبت من رمسيس؟ عمر حد ركب؟ عمرك انت هو دول ما طلعوليش ليه في فيديو اللايفات؟ كل اللي طلع لي صحرا واحباط وفشل. طب ما ده كان حلو ده. طلع ليش والله العظيم اي حاجه من الحاجات دي، كلها حاجات سوداويه خالص. فين كان فين الميتافيرس ده؟ صدقوا الموضوع جذاب جدا انك انت تدعم بجفتات. يعني انت هتبقى عايز اسمك يتقال، مش عارف ليه انا حاسس ان انا عايز ابعت لهم جايزه وهم مش فاتحين لايف. عم مصطفى هو انا ينفع اسال حضرتك سؤال بس من غير ما انا الجيار بالنسبه لي يا جدعان قدوه 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 قدوه، ومن اكتر الناس اللي انا بشير الريلز بتاعتهم لاصحابي. الجيار اول ما بينزل ريل على انستجرام ببعته لاصحابي كلهم. التمثيل بتاعه الوحيد اللي بيشهر صورته من غير ما تنفعل وكده عشان صحتك في الاول والاخر. يعني اتفضل يا حبيبي. هو الشغلانه اللي انا شغالها دي اسمها ايه؟ عشان خطيبتي بتسال وكده فاقول لها ايه؟ خدام. يا جيار بقى استسلم يا جيار، مش هتمثل مش هتمثل والله. تمثيلك وحش وحش بس انا بحبه. يعني هو وحش ما ينفعش يطلع التلفزيون، هو مكانه هنا، مكانه ان احنا نقعد نشيره لبعض. ولازم تستغنى عن الشعريتين دول، انت متمسك بيهم جدا. انا اول مره اشوف واحد بيحط رينج لايت وراه. الجيار سيظل قدوه. انزل يا متدلع. انا بقول لك وقت فين؟ انا نازل من البلد مخصوص. بقول له بقى ده مش اللي بيشعر لي صورتي، الوحيد اللي بيقدر يضحكني. الدخله سفله والله. انا بقول لك وقت فين؟ ده نازل من البلد مخصوص علشان خاطر يشوف ابوه فين، ولو ما لقاش ابوه هيخرب الدنيا. اخرب الدنيا على ليه؟ وانت اول واحد، فين وقتي؟ ايه ده؟ انا نفسي اعرف السؤال اللي بيدور في بالي قسما بالله كل مره بشوف فيها بلو ده. اللي قدامه الممثل اللي قدامه او الشخص عامه، او ازاي مثلا اتقابلوا ووصلوا المكان ده؟ يعني هو مثلا يقول له انا اهو بيعرفوا يوصلوا لبعض ازاي؟ يعني الناس بتفهمه ازاي؟ يعني هو دلوقتي بيهدده بايه؟ اغلب الدنيا على ليه وانت اول واحد، فين وقت؟ ابوه جوه. ابوه جوه بيعمل ايه؟ بيتعلم عربي. ابوه بيتعلم عربي وش. لو حصل له حاجه اغلب الدنيا عليك، اعمل لك مهطل ابن فتله. بقول لك بقى اللي بيتكلم باقتراحات الكيبورد. هو مثلا تدوس اي يقول لك ام كراي جو بي، تلاقي كده بيقعد يدوس في النص. تعالى يا بلو انا اوديك عند والدك. ماشي. انا مو منعك بس مش دواخ ده.
فهمتني؟ يا ابني انت بتهدده بتقول له ايه يا ابني بقى؟ عايزين نعرف الحوار. يخرب بيت النيله، انت كمان بتهبب تعمل رياكشنات على انت فهمت وهددك بايه طيب؟ ده بقول له فاجر 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 وي ميد ذا رايت بيرسون فيموس. ده بقول له ده تقريبا مش ابوك البيولوجي لانه اصغر منك وبيعرف يتكلم. فاهم؟ لا مش ده، مش مقنع. ايوه انا اللي كلمته يا عم انس عشان يجي ويلحقك. احنا هنبتدي في الخطه بتاعتنا امتى؟ هديت ايه يا ولد؟ 4 3 3 يا ولد. انت المترجم. انا بحس بقول له بيتعب وهو بيتكلم في العربي. انا شايف ان هم يبتدي يعني هو العربي كده كده بايظ، فهو يبتدي اللغه جديده. يعني لو ابتدى اسباني اظن هيبقى فيه تقدم كتير عن العربي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الراجل ده وابنه تاني؟ هو مش حوار الجواز وفضيلات وهو قال ان هو مش هيتجوزك؟ هو فعلا يا حلاوه مش هينفع نتجوز عشان بالله اخونا وانا سابونا. نعم ده ابونا وده اخونا. والله العظيم بلو ده على قلب زي العسل. الواد لو ما اتكلمش انا هبص. نظراته مع الستايل الجديد ده عاجبني قوي. وعملتوا التحاليل ايه؟ بتقول ان هو ده ابونا وده اخونا. لا لو في جزء تاني يا ريت ما حدش يمنشن لي فيه، انا تعبت. اخيرا الواحد زي ام لوكس وزي ام الحل. يا رب افهمه يا رب. انا انا امنيتي في الحياه ان انا افهمك. الواحد دلوقتي يعيش في عش ونخنخه. قالين انا اسلام فوزي. اسلام فوزي مين معاه عنواني؟ ما حدش معاه عنوان السكه بتاعت الجديده دي. بلو انا شايف انك تبتدي مايم. عارف المايم؟ عارف شارل شابلن لما كان بيعمل مسلسلات وافلام من غير ما ينطق؟ انا حاسك هتنفع في ده. لازم اشوف مين اللي بينن الدرس. روح شوف مين بينن الدرس. معلش اكلمك بعدين يا اسلام فوزي. لا انا لما تكلمه هيفهمك. روح افتح حد العين السعوديه مش عارف. يا عم افتح وانت ساكت. يا نهار اسود اسماء عرفت مكانك من فين؟ لا ده انا عرفت مكانك وعرفت مكانك. ده انت متصيط على النت وعلى الفيسبوك يا بلو. انا دي الشقه مكتوبه من بره بلو الصعيد. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ده مونتاج ولا كروم؟ من بره بلو الصعيدي. لا ده كروم. الله الله ايه اللبس ده؟ ده انت اتغيرت خالص. ده انا مش واحد صاحبي. عارف ده لو اتقفش يعني اتقفش مثلا وهو بيسرق هينك تقول له ايه اللبس ده؟ بتقول لك بتاع واحد صاحبي. الشقه دي بتاعتك انت مشتريها، انا ليا النص في الشقه دي. ازاي يا اسماء؟ انا فعلا ما بفهمش من بلو غير كلمه ازاي يا اسماء، لاني خلاص عرفت حركه الشفايف فيها فحفظتها. وده باللبس ده يا اسماء؟ ماله اللبس ده؟ البس الكيتل ده. انت مش خايفه ابو هشيم يشوفك باللبس ده يخطفوك؟ وفرت شافنا مين يخطفني؟ ابو هشيم. ابو هشيم استر عليك. اطلعي بره. اطلع بره؟ انت بتطلعني بره يا بلو؟ لا انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا من... ده كده الموضوع قلب كرنج يا بلو. بلو يا ولدي يا دي ام، ده فيديو اتبعت 600 مره. كفايه بقى تمنشنوني فيديوهات الفيوم بقى، انا تعبت. الدي امز عندي كلها فراخ. لا لا هادي النيل. صفاء لا ما قتلتوش ما قتلتوش. صفاء انت لسه بتزعقي من 2019؟ انت ما بتتعبيش بجد؟ قتلته اعترفت من غير اي تاثير خارجي خالص، اعترفت لوحدها. ما قتلتوش بعدها بثانيه. قتلته قطعت جدته ورمت كل حته للكلاب. هو اللي علمني الدم. انت بتقري سكريبت؟ انت فعلا جربتي تكتبي الكلام ده على ورقه؟ كام قواكي العقليه؟ انت تمثلي مع الجيار، انتوا الاثنين تعملوا دويتو، يعني نديكوا كاميرا كده من غير بطاريه وتقعدوا تمثلوا على نفسكم. كاميرا ما فيهاش ميموري، ما فيهاش بطاريه، ما فيهاش اي حاجه، ونجيب لكم مونتير ما يكونش مثلا معلوش لاب اصلا، وما منتجلكوش الحاجه دي واحنا ما نشوفهاش، وان شاء الله ما تتشهروش يعني. هو اللي علمني الدم. هو اللي علمني الدم. هو اللي علمني الدم. ده مشهد تاني خالص يا صفاء. يكون التمثيل ده الحاجه اللي هي بتحبها قوي يعني. مراجعه نسا وتوليد سنه رابعه طب، ركز معايا يا حبيب اخوك، اخوات الدكاتره كلها تركز معايا، اهم حاجه شيبتر رقم 4 ما يطلعش منه. شيبتر؟ بص انا هركز معايا في الكلام ده لان الكلام اللي جاي ده مهم. معاك يا حبيب قلب اخوك. لو المريضه وزنها فوق ال 100 معروفه على طول قيصري، تحت ال 100 تحت ال 100 بتديها شلوب تحت السره كده، لو العيال بتزلت على طول. يبقى هنا في كلام، ممكن تبقى ايه؟ طبيعي. يا ريتك مول. وده لازم ناخد لها ايه بقى؟ ناخد لها قهوه زياده حليب مع واحده دربوك حنين. تخيل ده بيشرح لك مثلا ان انت قعدت ثانويه عامه طلع عين امك وجبت مجموع وجالك مثلا طب عين شمس ولقيت ده دكتور النساء والتوليد بتاعك. استنى بس نجيب لها قهوه ايه؟ ناخد لها قهوه زياده حليب مع واحده دربوك حنين. وحجر قص. كان واحدة حامل فعلا قاعدة بتشد قص تشرب قهوة، العيل ينزل نازل بكوباية الشاي، يبقى أول كلمة ليه أيوة جاي.
يبقى نازل بيقلب كوباية عشان القيصري بيحب الحنين، ولو لخلينا على طبيعي هناخد سبايسي وعلى المرتاح. سبايسي هنطلب لها بازوك. قلبي يا طب، قلبي يا مجموع، قلبي يا ناس. ده جامد فشخ. ده مين ده؟ دباني الشر. ايه ده، هنعمل له فولو الراجل ده. مراجعه نساء وتوليد رابعه. طب بتطمنه قائد ثابت ما تهزش. فتح الحوار. امنا مراتي، مير اختي، عرفت اخويا، ميكو جوزي، محمود كهربا، علي معلول، عبد الله رشدي، امام عاشور، سمير كمونه، مصطفى ممتاز، وائل جمعه، تامر حسني، رامي صبري. خلاص يا اسطى خلاص، هي كانت في الاول الحلوه. ناموسه تزهق بتنور، اكيد هتتابعني في امريكا اللاتينيه. هو قال لي مستتزه بتنور. طب انا فيديوهاتي بتتنزع على التيك توك ليه يا عم؟ والشاب اللي صورها قلق منها كتير جدا في الجنينه، وان بعد ما بيحصل التزاوج تزهق بتنور اكتر بكتير. بجد سبحان الله، وانت كمان هتنور. وانت كمان تزهق بتنور. في منشنز تانيه كتير بس مستواها قليل جدا، فمش عايز اتفرج عليها الصراحه، حسيتها كرنج جدا ان انا اشوفها. اعملوا منشن على حاجه اجمد يعني. بس اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.